إذا تحية وسلام لجميع الإخوة والأخوات متتبعي قناة بيت الخياطة. إذا الدرس القاعدة الأولى والأساسية اللي ديال كل دغابي غتلقاوها في آخر الفيديو إن شاء الله، ملي سالي الفيديو غتلقاو الجزء الأول كي درت لها التصميم. إذا نصحو بالقاعدة الأساسية ديال الفستان والجلابة. إذا غادي يكون عندكم ثلاثة لي فيديو إن شاء الله بإذن الله. إذا قدمت الأمام، هذا هو الأمام على هذا الشكل. علاش أستاذ درتي هذه الطريقة هذه؟ عندي التوب كيكون راه كنشريو مغوسيكلاج من ثقوب، عندي شي ثقبات هنايا ودرت مقارنة ولقيت بأنه غادي يكفي ليا اليدين وكلشي. إذا أشنو درت؟ غادي نفصلو على هذا الشكل هذا، وغادي نفصل الأمام وأنا متيقن بأنه غادي يفصل ليا الخلف وغادي يعطيني الكمام ديالي. اذا غادي نتوكلوا على الله. اذا اخذ المقاس ديال الطول، صافي راه حددت الطول هنايا، عقلوا معلي شحال غادي نكون داير هنايا، نفس الشيء غادي نديرو في الخلف ديالي. اذا عندي 50 سنتيم على هذا الشكل، ونخلي سنتيم 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 سنتيم. تراسيو البنات اللي هما في لي ديبيتونت المبتدئات خصهم يتراسلو عاد تفصلو. اذا غادي نشد على هاد الشكل. اذا هذا درو كول دغابي سبيسيال سبيسيال، يمكن يلبسوه حتى المحجبات، ماشي اللي طايح كيبان فيه الصدر، لا سبيسيال كول دغابي سبيسيال الاخوات. غادي نفصل الامام ديالي على هاد الشكل. هانتوما راه شياط هنا العدد شي 3 سنتيم 4 سنتيم، رغم انني متيقن بانه واسع لان هاد التوب مطاطي ديال مارينا ديكرادي هنايا. سمحوا لي دخيله هادي، ومازال غادي نقادو بسورجي. اذا اول حاجه شنو غادي ندير؟ غادي نهز الموديل ديالي على هاد الشكل هذا باش نجيب انا ودنيا انا وضحى هذا بلاتي نجيبوها ضحى لهنا. هانتي هاد البلاصه اللي مقطوعه ضحى، هاد البلاصه، اذا هاد البلاصه اللي فيها هاد التقابيع، جا ضحى وريني يا بنتي. ها هما هذا غادي نخرجوا منه دومي مونش نصكم، وهذا غادي نخرجوا منه الخلف، صافي هذا غادي نستخلصوا منه الخلف. اذا كنت لقيت هاد الرقعه هادي ب 10 دراهم في الشتاء، في الشتاء والثلج وديتهم ب 10 دراهم. اذا هذا هو الخلف ديالنا على هذا الشكل هذا، حطيناه هنايا كنا فصلنا من هنايا وجينا لهنا، راه ما درناش داخله في خارجه هكذا ولا، خليناه على هذا الشكل هذا واتفقنا باش غادي نديرو في الخياطه الجانب على هذا الشكل 50 سنتيم. الكوتي مع الكوتي تلاقاو ليا على هذا الشكل هذا، ونقطع من هنايا. كما قلت لكم المبتدئين والمبتدئات ضروري يعملوا سميتو لاكري، اتراسيو بلاكري عاد يعرفوا، حاولوا تقادوا هاد لي رايون مع لي رايون على هاد الشكل هادو. لا با لا بين، معليش غير تعلموا. وما الا كنتي حبيتي مارينا، راه مارينا صعيبه شويه التوب هذا باش تقادي لي رايون وداكشي، علاش ما حليناهاش من الامام؟ الا حليتيها غتعذبي بزاف لي كوتي، ما كاينش اللي كيطلع عليهم من الجناب. وخلي عندك جوج سنتيم ولا ثلاثه هنا ديال لا سوبليس ولا ديال لي سياج، وكملي الخدمة ديالك بهذه الطريقة هادي على هاد الشكل هذا. فصلي بهذه الطريقة هادي. إذا غادي نستخلص، وهو التوب مازال عندي هنايا، وغادي نستخلص من هذا لي موش ولي شاط ندير به شي حاجة. إذا غادي نحيدو هذا باش نديرو الكمام ديالنا. إذا درت لكم ديالي على 4، 1 2 3 4 على هاد الشكل هذا، دومي موش على هاد الشكل ولا هاد الشكل، ونخليه وافي شويه على هاد الشكل هذا، ونخلي داكشي اللي غادي نطوي هنايا عاوتاني على هاد الشكل هذا. والحمد لله هو شاط ليا، شتو ندير به شي حوايج اخرين عاوتاني زويونين جميلين. ها الطروف هادو يمكن لي نصنع بهم شي حوايج اللي هما زوينين. اذا مازال عندي لابارمونتير الخلف، انا غادي نوريكم كيفاش غادي نصنعها باش ندوزو للخياطه، ونقول لكم بان غادي نديرو ليبرا دليكرا. كاين اثنان على هاد الشكل هذا، غادي نحاول ندير لابارمونتير ديال الخلف المرد على هاد الشكل هنا، ندير لابارمونتير ديال الخلف بهاد الطريقه هادي، ما تكونش كبيره. اذا زاد الشيء، اذا زاد عن حد ينقلب الى ضده، انا ما اعتقد
وندير هكذا لا بار مونتور اوتوماتيكمون راه عارفين الاخوات والاخوان. اذا غادي نوضع لكم المسائل اللي غادي نخيطوا امامكم ان شاء الله. اذا هالامام ديالنا على هذا الشكل هذا باش تكون المسائل واضحه. ديما الاخوات خصكم تحافظوا على لي باترون باش الى جا الموديل زويون ديريه لبنت خالتك كل صديقه ديالك وديريه لجميع الناس. اذا علاش كنديروا هذا الباترون وتنتفننوا في التصميم باش يبقى لينا نديروا به عدد لا نهايه له. ديروا بزاف الاعداد غير بهذا حطوا دوز المقص هكذا. هذا هو باش نزين تصاميم العازيه باش تكوني مصممات العازيه. هذا هو الفرق ما بين الخياط العادي اللي كيفس البياسه ويعاود يفس البياسه وتيجي والبياسه الاخرى كتصدق والاخرى ما كتصدقش، ولكن في الباترون نصيحه لكم كتصدق. كنديكرادي هذه المسائل هادو. اذا غادي نحاولوا ما امكن نبداو الخدمه ديالنا. اول حاجه غادي نديرو غادي نحلو هذا على هذا الشكل هذا ها هو ونديرو لا بارمونتور ديالنا نخيطوها بهذه الطريقه هذه على هذا الشكل هذا ونكمل لكم الموضوع في الماكينه. نخيط لا بارمونتور اللي قلت لكم قبيلات غادي نخيط لا بارمونتور ها هي على هذا الشكل. بسم الله توكلنا على الله. بالنسبه للاخوات المبتدئات يديروا فوفيل غرزه التشابك. لاحظوا معنا غادي نشد عاوتاني وندير ليكرون هنايا الطريقه وندير بيكاج هنايا. إذا هذا الخلف ديالنا هادو الكتيف مع الكتيف الثاني اللي هو على هاد الشكل اللي كيتضح أمامكم. غادي نجيبو الأمام. إذا لاحظوا هاد السهم ديال الأمام، هاد السهم ديال الأمام، هنا عندنا الكتيف وهنا هنا عندنا الكتيف. غادي نجيبو الخلف ديالنا على هاد الشكل. أري ضحى، حطي معايا ضحى عافاك الله يسهلني. حنا غادي نعطيو المراحل كلهم. شوفي ضحى هذا الكتيف ديال الخلف هلا بارمونتور شتيها ها هي اللي لصقنا. دابا غادي حنايا دابا المقاس ديال هاد لي بول اللي عندي هو غادي نشد من هنا لهنا ونخيط. لاحظي هنا ما درتلو لا سيرجي لا حتى شي حاجه، من بعد ندير لو سيرجي. نعطيك دابا ديري لي سيرجي ولكن باش نطوي عليه اثنين ما نطويش. اذا وغادي نخيط هاد الكتف ديال الخلف على هاد الشكل. لاحظوا ها هو انا غادي نعطي الضحى حتى لي سيرجي. إذا هاد الكتف خيطو على هاد الشكل حيت هدا مارينا الرؤية ممتضحلناش. صوبي معايا بنتي عاوتاني هنايا هكدا هكدا حطي أبرافو الكتيف مع الكتيف. قربي الصورة هنايا الوسط. إذا الكتيف مع الكتيف على هاد الشكل هدا. غادي تمشي بنتي ضحى تلميذة ضحى وغادي تمشي ديرنا السيرجي. إذا غادي ندير فينيسيون رغم أن هاد مارينا وليكرا راه ما غاديش يعني ما كتشنتفش ما كتسربش، ولكن بوغ لي ديكوراسيون ضروري ندير سيرجي. غادي ليا سيرجي هنايا. إذا هذا هو الكول درابي ديالنا. هادي لابارمونتيغ، لابارمونتيغ باش ما نخليهاش هكدا ديما كنعسها هنايا إلا لاحظتو كندير ليها هكدا وكنعسها بهاد الطريقة. وغادي نبدا الخياطة من هنايا فهاد لابارمونتيغ على هاد الشكل هادي باش تجينا مفينية. اذا ما تخيطوش قلت لكم الامام ديروا له هي سيرجير وما بينش ما واضح على هذا الشكل هذا. هادو موديلات واعرين وزوينين ويعني سي ان بيتي بروجي بالنسبه للاخوات.
نفس الشيء اللي هنا لهاد لابارمونتور الثانيه على هذا الشكل هذا. اذا هذا الشكل هذا دابا ما بقى لي الا لصق اليدين ونجمع الموديل ديالي. اذا غادي نحاولوا نسقوا الكمام ديالنا. اذا ها هما دورات الحرده على هذا الشكل. ها هي غادي نجيب الكم ديالي ونخيطو على هذا الشكل. غادي نشوف الكم ديالي على هذا الشكل. هذه الحرده وهذه دورات الكم ديال الحرده. اذا غادي ناخذ الوجه مع الوجه. اذا هذا الوجه ديالي شديتي وغادي نخيطو هادي على هاد الشكل. هاد الشكل نبدا الخدمة ديالي. إذن الكم ديالي هذا ساليتو. غادي نشوف الكم الثاني اللي هو هذا على هذا الشكل ونوضعو. شكرا دوني. إذن هذا هو الوجه ياك. صافي غادي نخيطو بهاد الطريقة هادي. اذا غادي نخيطو هنايا البواني. هادي البواني هنا على هذا الشكل. اذا نفس العدد اللي درت هنا غادي نديرو في الجهه الاخرى. اذا غادي نخيط خياطه الجانبيه الكوتي. اذا اللي خيطه كندير لها سوجي يعني بحال لا مارك بحال هنايا. نحاول نقدد الخيوط الخطوات ديال مارينا على هذا الشكل هذا. كاد واحد يدير سوجينا وسوجينا. اذا غادي نفصل غادي نخيط الدوره ديال الكم ديالي. هذا الكم ديالي ها هو على هذا الشكل هذا. غادي نخيطو الكم ديالنا نطوي بسنتيم. اذا غادي ننتقلوا لكم الثاني. الكم الثاني اذا ومن بعد غادي نصورها ونوريها لكم في الكفافه. غادي نحطها لوحدي ونوريها لكم ملبوسه. اذا غادي نبريزونتيها لكم بعد النهايه. غادي نبريزونتيها لكم. اذا هذا هو الموديل كي تضح امامكم على هذا الشكل هذا. يعني يمكن لي نصنعوا به مجموعه ديال لي موديل بهذا الباترون هذا اللي وضعت لكم. اذا وفي الاخير ما تنساوش لايك والتعليق الجميله، واللي ما ابونيش معنا يتابونا معنا ويضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد. ولكم جزيل الشكر. اي استفسار ولا تعليق ضعوا لينا في الاسفل الفيديو ان شاء الله باذن الله نجاوبوا عليه ونكونوا في المستوى معكم. اذا استودعكم في امان الله في درس قادم ان شاء الله باذن الله.